مشاهدي الكرام، تحية لحضراتكم دائما مجددة. يسعدني الآن هنا من شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية أن ألتقي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. دكتور طارق، أهلا بحضرتك، ويعني إنجاز آخر بيضاف إلى الرصيد المصري. ماذا عن إجراءات السلامة؟ لأنه أعتقد أنه عمل حضرتك يتعلق كثيرا بالمسألة سلامة الغذاء، الطريقة التي يتم بها إعداد السلع المختلفة أو المنتجات المختلفة. التعاون بيننا وبين مجموعة سايلو فود بياخد شكل بحثي وعلمي، ونتيجة استخدام سايلو فود مجموعة من الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال الصناعة المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، ده خلى مجموعة مصانع المرحلة الأولى اللي هي كانت بتشمل مصانع البسكوت ومصانع المخبوزات والمطحن ياخدوا أو يخشوا في القائمة البيضاء المعتمدة من الهيئة، اللي هي بتمثل الشركات اللي بتلتزم بالاشتراطات الملزمة وبتطبق مجموعة الاشتراطات اللي بتحطها الهيئة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء. المرحلة الثانية من المشروع بتضم مصانع الألبان والأجبان وخط الفول السوداني والبسكوت المرحلة الثانية منه، دي في مرحلة التسجيل والاعتماد عشان تخش برضو في القائمة البيضاء. طب القائمة البيضاء بتشترط ايه علشان خاطر اقول انه استحققت ان اقول ان عندي سلامة غذاء لمنتجاتي؟ القائمة البيضاء بتضم مجموعة من الاشتراطات مرجعيتها والمعيار بتاعها معيار مبني على القواعد والمواصفات العالمية وداخل فيها الكودكس العالمي، ودي فيها آليات بتحكم العملية الانتاجية بحيث ان المنتج الخارج من المصنع بيكون آمن ومأمون وبيكون على درجة عالية من المأمونية للمستهلك والمواطن المصري. الاشتراطات دي متحققة هنا يا فندم؟ الاشتراطات متحققة في كل المصانع اللي كانت موجودة في المرحلة الأولى، وبالتالي هي اعتمدت وأدرجت في اللائحة أو القائمة البيضاء. وزي ما قلت المجموعة الثانية اللي بنفتتحها النهاردة مع سيادة الرئيس في المرحلة الثانية هي اللي تحت التسجيل والاعتماد عشان تدرج برضو في القائمة البيضاء. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتني. أشكرك.